تلقى قائد الكتيبة الخاصة الملكية 83 برقية تهنئة من مدير الاتحاد الرياضي العسكري بمناسبة تحقيق فريق قوة دفاع البحرين المركز الثالث في مسابقة أفضل فريق قناص دولية الثالثة، والتي أقيمت في جمهورية تركيا. عبر خلالها عن خالص التهاني وأطيب التبريكات بتحقيق هذا الإنجاز، والذي يضاف إلى إنجازات قوة دفاع البحرين المتواصلة. وأوضح مدير الاتحاد الرياضي العسكري أن هذا الإنجاز الكبير قد تحقق بفضل من الله عز وجل، ومن ثم بالرعاية الدائمة والمتابعة المستمرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، مضيفا بأن تحقيق الفريق للمركز الثالث أتى بعد منافسة قوية مع فرق عسكرية دولية متمرسة ومحترفة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز لا يبعث على الفخر والاعتزاز، حيث يعكس المكانة المتميزة لأفراد هذا الفريق الذي تألق وأنجز هذا المركز لما يتمتع به من إمكانيات متميزة وحرص شديد نحو إعلاء راية الوطن في المحافل الرياضية.